للاستفسارات الزراعية وكل المشاكل الزراعية يرجى الاتصال على الخط الساخن لقناة مصر الزراعية على رقم 1477. أخي المزارع، عند رعاية أشجار الفاكهة المتساقطة خلال شهر فبراير يتوجب الاهتمام بالتوصيات الزراعية التالية: الري ري غزيرة عند انتفاخ البراعم، ويمنع الري حتى تمام العقد إلا عند الضرورة. رش كاسرات السكون للأشجار المثمرة مع الزيت المعدني الصيفي، وذلك خلال الأسبوع الأول من فبراير. بالنسبة للتسميد، يراعى عدم تسميد أشجار الكمثرى، وتضاف كميات الأسمدة الموصى بها. الاحتياطات الواجبة للوقاية من انفلونزا الطيور: 1- خصص مدخل واحد بس للأفراد والمعدات والسيارات. 2- امنع دخول أي أفراد أو معدات للمزرعة إلا للضرورة. 3- نظف السيارات وطهرها كويس، وخصوصا العجلات بتاعتها قبل دخولها. 4- جهز الملابس الواقية والأحذية النظيفة لكل الزوار. 5- ابني مخازن المزرعة جنب السور علشان تقلل دخول السيارات إلى وسط المزرعة قدر الإمكان. 6- قلل عدد العمال في كل عنبر، وامنع حركتهم من عنبر للتاني، ولازم العمال يستخدموا الملابس والأحذية الواقية الخاصة بالعنبر. 7- امنع على قد ما تقدر انك تستلف او تبدل اي ادوات او معدات مع اي مزرعة، ولو اضطريت انك تاخد اي ادوات من مزرعة للتانية نظفها وطهرها كويس قبل وبعد الاستخدام. 8- لا تشتري ولا تبيع اي طيور من مزرعة مصابة، ولو اشتبهت في اي اصابة بلغ في اقرب ادارة بيطرية. احنا بنحقن الحيوانات اللي فوق شهرين، اقل من شهرين بياخد من الام. خايفين وعايزينكم بقى باذن الله ربنا يجعل قدامكم خير. البهايم زي ما حضرتك شايف قافل عليها ومحبش عليها عشان الهواء، عشان الريحه، ولان دي حاجات بتجي فيروس جاي تبع الجو. طب بتطلع المخلفات بتنشرها قدامه، لو عندك حيوان واحد مريض من المخلفات اللي موجوده بره دي هتعدي بقيه الحيوانات. هتلاقي الدكتور هنا ماشي واقف على رجلي. أيوة. وهتلاقي الارشاد هنا. أيوة. وقبل ما نكون هنحصن عشان ما تحصلش المرض قبلها هيبقى في اعلان هنا في هنا. تمام. واعلان في الجوامع. احنا مع الناس المربيين علشان كل واحد اللي ما يلاقيش الخدمه يبلغني. الدوله شايله جزء كبير من ثمن التحصين، لكن دي رسوم فقط. عدنا مشاهدينا الكرام، يمكن اتكلمنا في المجموعة الأولى والمجموعة الثانية واتكلمنا على بعض القضايا، ويمكن انتوا تقولوا الله انت اتكلمت في المقدمة ببعض القضايا الكثيرة ووقفت عنها ليه؟ أنا بصراحة رحلتها لواحد أنا بسميه مش الناقد الرياضي بالأهرام، أنا بسميه أحد المميزين في كتيبة الدفاع عن الغلابة، وهو الأستاذ عبد المنعم حسن الناقد الرياضي بالأهرام. منورنا يا كابتن. حلوة مداخلة جميلة يا كابتن والله، ومقدمة جميلة، ودائما حضرتك يعني بتضعنا كده في قالب. احنا بنحمد ربنا دائما، انت بتقول لي مقولة جميلة قوي: رزقنا ورزقك على الله. فعلا هنا في برنامج حلم الأضواء رزقنا ورزقك على الله اللي في قلوبنا، وزي ما تنسى. لا احنا هنا في حلم الأضواء بناكل من مائدة الرحمن. أكيد يا كابتن. احنا مع الله بنقول حق الناس، وطبعا انت يمكن كنت معانا وسمعنا يا كابتن واحنا بنتكلم على بعض القضايا، ويمكن كلها مرتبطه ببعض. يعني لما بنتكلم على مشاكل التحكيم يا كابتن عبد المنعم،
المشاكل اللي موجوده في القسم الثاني هي اللي موجوده في الممتاز هي اللي موجوده في القسم الثالث. ويمكن انت بوجودك في منطقه العليوبيه لكره القدم الموسم الماضي وهذا الموسم يمكن انت في المطبخ وشايف الدنيا وبنقول الدنيا بتزيد. ويمكن الكابتن عزب انا بنحمد ربنا ان احنا دائما سباقين يعني. انا وانا في الفقره بقول انا بتبنى ان تغيير اللوائح المشكله ما بقتش مشكله مين رئيس لجنه المسابقات. صحيح احنا بقى عندنا الكوادر كتير جدا تشتغل وكلها تنجح. اكيد المشكله كلها عندنا يا كابتن في اللائحه اللي عماله تطبع كل سنه هي هي ما بتتغيرش اللي هي اللائحه الخاصه بتنفيذ العقوبات على الجماهير واللاعبين اللي هي بتاعه المسابقات. صحيح كابتن ما بتتغيرش ما زالت هي دلوقتي ايقاف على طول كده مغمض. حصل ايه من المدير الفني؟ تم طرده ليه؟ خانق مع الحكم 50 جنيه وماتش ينفع؟ هقول لك كابتن يعني على حاجه يمكن من ضمن الحاجه التقصير في اللوائح ان هي رقم واحد ان بيقول لك ان بقى لنا دلوقتي سنتين او ثلاثه اقامه المباريات بدون جمهور وان نتوقع عقوبه على موجوده معانا يا ريت نشوفها مع بعض واحنا بنتكلم. انا عايز اقول لك مفيش مباراه يمكن حضرتك بتطلع مراقب مباريات كتير واحنا متابعين في الملاعب وانا كنت النهارده في مباراه واول امبارح كنت في مباراه مفيش مباراه كابتن بتقام بدون جمهور. كل المباريات بتقام بدون جمهور. لما تيجي تكلم الكابتن خالد كامل او الحاج عامر حسين او سواء المسابقات القسم الثالث تقول له مثلا او فريق اعترض ما هو حاطط لك 500 جنيه يا كابتن. فالنهارده الفريق بيدخل جمهور ويقول لك هدخل لي 2000 3 يعملوا مشاكل. والنهارده لما واحد من الجمهور يا كابتن ما هو قال لك الاقتحام ابيض يا ما فرق في القسم الثالث اقتحمت وانا شفت قدام عيني والنهارده يوقع عقوبه ايه 500 جنيه ثاني اسبوع يتقدم بطلب ما هو صاحب صوت زي ما قلنا يتقدم بطلب لاتحاد الكوره الغي العقوبه 500 جنيه ده ناس مش لاقيين. فاذا النهارده في عوار زي ما حضرتك بتقول في عدم تطبيق او عدم وجود شفافيه او تكافؤ فرص في تطبيق اللائحه. انا بطبق اللائحه على الغلبان اللي ما عندوش رئيس نادي قوي اللي رئيس نادي اداني صوته. اما اللي كان معارض ليا طبعا في نماذج كتيره زي الحاج هرمس رضوان بن عبيد هو طبعا انت متابع حضرتك مره خصم الموسم اللي فات خصموا مني 6 فرق يمكن اول مره تحصل في تاريخ لان الراجل معارض. هكذا في انديه كتيره جدا كابتن ان اتحاد الكوره انا بقولها بالمعنى البلدي يعني رامي طوبه القسم الثاني والقسم الثالث. وانا طبعا بشفق على الكابتن خالد كامل وده طبعا كان بيقص من بعض اعضاء مجلس الاداره ان السنه دي ما تشكلش لجان مسابقات. يمكن ده الخطا اللي وقع حضرتك اتكلمت عنه بتاع الجيرنس في المحله ده الخطا السادس. طبعا معاه اتنين طبعا مع كامل الاحترام ليهم الحاج سيد بخيت ربنا يديله الصحه يعني 70 سنه والاستاذ احمد نسيم برضه يعني راجل مش ملم قوي باللوائح. هو قالوا له في اتحاد الكره انت هتشتغل باداره مسابقات. انهي كابتن واقع وانهي وضع يقول ان انا هشتغل على 4 احنا معانا هو كابتن مؤاخذه في قطع كلامك يا حبيب قلبي يعني على الشاشه دي لائحه مسابقات او جزء من لائحه مسابقات القسم الثالث اللي هي تلاقيها قريبه من القسم الثاني واللي هي نقول ان سب الحكم 8 مباريات او زق الحكم او ضرب بكوع كده 4 مباريات كلها هي 4 مباريات ولا 5 مباريات. ده السؤال انا بساله حضرتك التعديل احنا عايزين تعديل اللائحه نفسها بما يتناسب يبقى العارف اللعيب عارف او الجهاز الفني عارف او رئيس مجلس الاداره اللي هو بيبقى قاعد فوق زي ما انت بتقول كده يقول ايه هو الحكم ده ديته عندي ايه ان انا ادخل الجماهير تشتمه وتبهدله هو ولجنه المسابقات وفي الاخر بدفع 1000 جنيه ال 1000 جنيه وهم توهتوا لي 3 بونت صحيح يشتموه بيهزقوه وبعدين بياخدوا 3 بونت في الاخر بيدفع ال 1000 جنيه مش كده ولا ايه؟ صحيح ده اذا الدفع يا كابتن اذا اتدفعت بيتقلك لكن في حاجه هل تعديل اللوائح دي ممكن تساعدنا لما اللعيب يبقى عارف ان هو لو غلط مع الحكم هيتشطب او هياخد سنه كابتن هي القصه مش محتاجه تعديل لوائح كابتن اللائحه صريحه وواضحه مش موجوده القصه قصه تنفيذ لوائح كابتن لا يا كابتن نفذ اللي هي دي اللائحه اللي قدامك دلوقتي او في لائحه القسم الثاني او لائحه القسم الاول كلها ما بتتعداش ال 1000 جنيه صحيح واعلى عقوبه بياخدها صحيح يعني ايه اكتر حاجه ممكن تحصل في الماتش ايه؟ اعتداء على حكم مش كده؟ صحيح او الحكم وهو خارج 8 مباريات تمام مباريات و1000 جنيه ايه 8 مباريات و1000 جنيه 4 مباريات و1000 جنيه ايه 4 وحكم يوهان هو صحيح. الحكم ده ملوش سعر اكيد عند اتحاد الكره اكيد طبعا كده طب ما انا اخليها طبعا شطب. مباشر طب ما انا اخليها ايقاف سنه صحيح كابتن يمكن حصل شطب انا متابع مع حضرتك في المجلس اللي فات بتاع اتحاد الكره حصل شطب لبعض المدربين واللاعبين كان من ضمنهم يعني حبيبنا واخونا عبد الحميد ندى المدير الفني العرب الرمل يمكن كان هو واخوه كان اداري تعاد كنت في اللجنه دي يا كابتن اللي خدت العقوبات دي انت هشوف ده واللجنه دي معلش يعني الشطر. السنه دي مع الكابتن عبده عبد العظيم السنه اللي فاتت هي كانت لجنه تاريخيه أيوة. خدنا قرارات عمرها ما رجعنا فيها
خدنا طيب فين الشوط خدنا شوط كتير جدا فين الشوط ده كابتن خدوا سنه ده كابتن عبد الوهاب سنه لا ما انت بص ما هو انت ليك يا كابتن ايه ست ماتشات رجع انت ليك لا انت ليك ايه كلجنه مسابقات انا بقول لك العيوب كلها ما بقتش لا في اتحاد الكوره ولا في لجنه المسابقات ولا في بشر لا. العيوب كلها في اللائحه العقيمه اللي موجوده واللي احنا بننفذها ليه يا كابتن أكيد. انا بيقول لي عندك انت كلجنه مسابقات مثلا منطقه القاهره القسم الثالث لو الكابتن عبد المنعم حسن عمل اي عقوبه بقول ان انا بقول سنه ورفع امره لمين لاتحاد الكوره صحيح في اتحاد الكوره بقى تدخلات صحيح. مش تدخلات زي ما انت بتقول حضرتك كده العمده صاحبه المحافظ هي كده يا كابتن اللي انا عاملها له سنه ديت يقول لك الاكتفاء مثلا بست مباريات رئيس النادي يمكن انت حضرت يمكن انا بقول على الهواء انت حضرت كنت بتراقب مباراه احنا خدنا شطبه كنت بتراقب مباراه الزرقاء كابتن اعتقد انا كنت متابع انا المباريات وعرفت ان رئيس النادي نزل يمكن تعدى بالقول ضده عقوبه طب فين العقوبه طب استاذ سمير موسى كان موجود في الماتش فين العقوبه يا كابتن اذا في عوار اهو في لا ما هو العوار اللي موجود ايه يا كابتن ان الكابتن سمير موسى رئيس نادي الزرقاء ودي مش اول مره هو على طول بيعمل مشاكل بيقول انا ما حدش بيطلعني انا طلعته الحمد لله يعني طلع المدرجات صحيح ولكن اتحاد الكوره انا مش همشي وراهم انا بكتب اللي عندي وهم حرين مش كتبت يا كابتن في تقريرك كتبت ان الراجل تعدى لكن هو عضو هو رئيس رئيس نادي ورئيس النادي ما في اللائحه بتاعت المسابقات اللي بقول لك عايزه تتغير ما فيهاش عقوبات ضد رئيس النادي او عضو مجلس يحيل امره لاتحاد الكوره ولا الاتحاد الكوري يقدر ياخد منه عقوبه ما يقدرش ولو انت رفعتها لوزاره الشباب والرياضه ما فيش فانا بقول لك اللائحه كابتن عبد المنعم انا ما بقول يا جماعه اللائحه هي اللي عايزه تتعدل صحيح عايزه تتعدل بحيث ان عضو مجلس الاداره اقدر اسيطر عليه بعقوبه واقدر اسيطر على مجلس الاداره بعقوبه أكيد. واسيطر على الجماهير بعقوبه أكيد. بس ما تبقاش العقوبات أكيد. ده انتوا بتدلعوا الناس يعني لما تيجي تقول لي 50 جنيه ومباراه اللي بيدخل الملعب ويشتم حكم ولا بتاع ده كلام فارغ طبعًا. انت بتوصلنا لمرحله مش مظبوطه فهي عايزه تعديل هي عايزه تعديل في كل يمكن انت في حلقات سابقه كابتن اتكلمت برضه على مستوى التحكيم ولجنه الحكام ان طالما لجنه الحكام تحت سيطره اتحاد الكره اذا مش هنشوف خير وهنشوف دائما الهجوم هكذا برضه لائحه المسابقات يا كابتن ما لازم نطلع بالناس دولت من عبايه اتحاد الكره عشان نقدر انا مش عايز هنا انقد ولكن انا عايز اطلع بحاجه بقول رقم واحد وهو اتحاد الكره لابد من تعديل اللوائح وانا مبسوط ان الكابتن عزب حجاج عمل مداخله ودخل معانا وقال ان الكابتن عصام هم الفكر ده وصل لهم طب كويس والله ان احنا بيعتبر حصر هنا ان هم ابتدوا يقولوا للكابتن عامر حسين والكابتن خالد كامل عدلوا لنا اللوائح بما تتناسب مع الاحداث اللي بتحصل دي ونرفع العقوبات شويه ودي حاجه كويسه المشكله يا كابتن بقى انا عايز بسرعه عشان وقت البرنامج انا عايز اكتر من حاجه اتكلم فيها معاك على طول احيانا بيتاخد قرارات في اي منطقه ولجنه المسابقات بتنفذها وكل الاعضاء تمضي عليها وممكن المقرر ما ينفذهاش اكيد ده طبعا بتحصل طبعا ما انا بقول لحضرتك المجاملات ما زالت يمكن لو اتكلمنا على موضوع المناطق دائما المدير التنفيذي هو الحاكم بامره في المناطق يا كابتن يمكن انا باخد تجربه وخدت يعني حروب كتيره من ضمنها في منطقه الاهليبيه اللي هي منطقتي ان انا مع احترامي لمجلس الاداره الكامل خمس اعضاء كلهم لعيبه كوره وكلهم كيانات كبيره وشخصيات محترمه لكن هناك الكابتن محمد السكران انا بقول ان ديت حاجه يعني ما ينفعش كابتن 37 سنه في مكان والنهارده انا كنت عضو منطقه الاهليبيه ممكن من الصدام معاه يعني مش صدام ان انا بقول على الصح صلاحيات مجلس الاداره ايه وصلاحيات المدير التنفيذي ايه فلقيت ان هو مسيطر سيطره كامله بمساعده شخصيات خارج عن نطاق الكوره شخصيات سياسيه شخصيات ويا كابتن واللي بيعارض بيكون مصيره بره فدي دي نقطه مهمه جدا يا كابتن لازم المنظومه كلها كابتن تتعدل لازم يتم وضع شروط يا كابتن المدير اقول لحضرتك على مفاجاه يعني انا كابتن سكران على مستوى الشخصي انا بحترمه جدا لكن النهارده فين ينفع مدير تنفيذي يا كابتن معاه دبلوم مدير تنفيذي لم يمارس كره القدم طيله حياته ومدير تنفيذي قفل المنطقه اخر يوم في القيد يوم 31 يناير عشان كان بيراقب ماتش في الدفاع الجوي اتصلوا بيه عشان يعملوا تسجيل لعيب يقول لهم انا بره مدير تنفيذي هو كل حاجه في المنطقه هو المدير التنفيذي هو رئيس لجنه شؤون اللاعبين هو رئيس لجنه فدايما يا كابتن احنا بننقل اتحاد الكوره وانا بقولها لك بصراحه يا كابتن اذا ما كانش الاعلام والبرامج اللي هي حضرتك بتطلع كل اسبوع وتقول خفايا وتقول كواليس اذا ما كانش الساده المسؤولين
هينتبهوا لما يقال في المنابر الاعلاميه زي حضرتك وينفذوا، لان انت العين يا كابتن. النهارده انت حضرتك لما تنتقد اتحاد الكوره، انا ليه اتحاد الكوره اخدك عدو ليا؟ ليه اقول الكابتن خليل طالع بينتقدني ليه؟ طب انا اقول الكابتن خليل بينتقد ايه؟ هل سلبيات اخلي بالي منها واعالجها، هل ايجابيات اساله ايدك في ايدي؟ هو ده الاعلام يا كابتن. لكن يبدو ان احنا في مصر يا كابتن بناخد دائما الاعلام من اول فوق لحد تحت بكل فئاته، صحافة إلكترونية، صحافة ورقية، مواقع فضائيات، بناخد المسؤولين اللي بيقعد على كرسي كابتن أول حاجة بياخدها أن الإعلام ده ضده. فإذا تم تغيير الفكر اللي هو الفكر العقيم أن احنا بناخد لما كابتن خليل النهاردة، يمكن انت ممكن انت بتتكلم النهارده عن التحكيم يا كابتن وسلبيات، ممكن كان الدكتور عزب راجل محترم جدا كان اصطدم بيك وانت بتتكلم. انا بقول لك ممكن انت بتتكلم هو راجل قايل اللي احنا بنقوله كله اكيد. طب ليه يا كابتن ما ياخدش وياخد اللي حضرتك بتقوله دوت ويبدا يقول يا جماعه في الاجتماع في برنامج كذا قال كذا؟ راجل مارس وكان حكم وراجل دكتور وراجل مثقف. طيب وهو ده اللي احنا عايزينه. احنا بنقول النقطه دي عمرها ما تزعل، اصلي الخلاف لا يفسد الود قضيه كابتن مهما اختلفنا. أكيد. احنا بندور على المصلحه العامه. لما بنيجي نقول النهارده نقطتين يا جماعه، لجان المسابقات في القسم الثالث في نقطتين عايز اتكلم في النقطه الاولانيه، وهي ما تمش تشكيل لجان مسابقات في القسم الثالث لحد النهارده وفشلت فشل ذريع، وكانت ليها سلبيات كبيره جدا وقرارات لا تنفذ. صحيح. وفي حاجات بيعملها صحيح. رئيس لجنه المسابقات، هو رئيس لجنه المسابقات ومقرر بس مقرر. رئيس لجنه المسابقات تاه، مش رئيس واحد، أكيد. كل رؤساء اللجان تاهوا مع المقررين. المقرر هيتوهوا بيروح مره في الاسبوع هو رئيس لجنه المسابقات. صحيح. ولكن المقرر هو اللي بيتعامل مع كل الانديه. صحيح. وهو اللي ممكن يفعل القرارات اللي بتطلع وممكن ما يفعلهاش وممكن ما توصلش وممكن يكون تاهت في الطريق وممكن يكون البوستاجه ما وصلهاش. صحيح. 100 سبب وتلاقيهم الناس في الملعب. طب خد عندك المفاجاه دي يا كابتن بخصوص المقرر ورئيس اللجنه. يمكن انا متابع مع هم 16 مجموعه ومجموعه فرديه في القسم الثالث. اتحاد الكورة مش حاطط صلاحيات المقرر ومش حاطط صلاحيات رئيس اللجنة، عشان كده بيصطدموا مع بعض الاثنين، وكل واحد طبعا له زي ما احنا عارفين رجالته في اللي هم بيطلعوا المراقبين. كل واحد عايز يطلع رجالته ده يقول له لا انا حضرت كذا مشكله. فالنهارده حتى اتحاد الكوره لما اختار مقرر لجنه ورئيس لجنه مش حاطط لده صلاحياتك ايه وده صلاحياتك ايه. ناهيك عن ذلك يا كابتن، لما يكون مثلا عندي 10 ماتشات، انا راجل مقرر هتابع ال10 تقارير ازاي؟ يعني 10 مسابقات و10 حكام، ادي 20 تقرير، هقعد اتابعهم ازاي واخد قرارات؟ عشان كده يا كابتن دائما القرارات، يمكن ده منطبق على القسم الثاني والثالث، القرارات دائما بتطلع غلط خطا. الكابتن خالد كامل انا بشفق عليه زي ما قلت لحضرتك، ان هو واثنين معاه اسمهم اداره المسابقات مش لجنه المسابقات بيناقشوا يا كابتن 54 نادي طبعا في القسم الثاني، لازم يخطا يا كابتن. انا اقول برده كتر خيرهم لجنه الحكام يا كابتن برده، يمكن من ضمن ما انت حضرتك بتتكلم لما مدرب ولا لعيب بيخطا، ما هو برضه الحكم زي ما احنا بنقول الحكم بشر، ما هو المدرب بشر واللعيب بشر. لما يكون الحكم ضايع ما بتحاسبش، لما يكون الحكم دون المستوى كابتن بالزبط. معلش انا يمكن حضرتك انت حكم سابق وحكم درجه اولى وممتاز، كان كابتن في يعني مع احترامنا للكابتن خليل حامد كان اللي بيمشي جنب اتحاد الكوره او جنب سور النادي تعالى يا ابني روح البس. فالنهارده هي القماشه دي يا كابتن، هي القماشه بتاعه الحكام كده. فانت النهارده بتعاني، لكن انا كنت قاعد مع كابتن عصام عبد الفتاح من 3-4 ايام وقعدت فعلا ناقشت معاه مستوى التحكيم. هم بداوا كابتن بياخدوا خطوات دلوقتي، يعني اتمنى الفضائيات بقى واتمنى كل الناس يستندوهم. مش هنبدا هجوم، بنهاجم وفي اخطاء، لكن هو الراجل قال حاجات كويسه، بيعيد تشكيل المنظومه. بدا يعمل دورات يا كابتن تدريبيه وتثقيفيه للحكام في مشروع الهدف وفي جميع المناطق. بدا ان هو يدي شروط يا كابتن ان الحكم لازم أن يكون مارس كوره غير الاول، زي ما بقول حاجه اللي ماشي جنب السور طول عمره لازم أن يكون مارس كره قدم. لا 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 والله يا كابتن في لا 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 لا. طب احمد الغندور مارس كوره فين؟ انا مش مسؤوليتي مارس. انا بقول لك يا كابتن هو من شروط الدخول التحكيم بس. طيب. ارد على فيها مجاملات ده موضوع تاني أكيد. لكن من الشروط ان يكون مارس كوره، تكون مارس كوره لمده سنتين في اي نادي، بس تكون مارست كره قدم سنتين او تكون خريج كليه التربيه الرياضيه. اكيد. يعني لو خريج كليه التربيه الرياضيه ومارسش كوره مش مشكله، يا ريت تنفذ لانك انت درست في كليه التربيه الرياضيه. احمد بقى يعني مهما كانت الاسماء بقى دخلت ازاي وما دخلتش ازاي، دوله يا كابتن يعني دوله، ده موضوع أنا موضوع أعرف إن يحاسب عليه اتحاد الكوره طبعا. كابتن يمكن انا كنت وقفت للمجموعه الثالثه ما قلناهاش اللي هي بلديه المحله. يا ريت نقول الجدول سريع الترتيب يا كابتن. بلديه المحله الاول 53، الرجاء 48، حرس الحدود 44، فاركو الرابع 38، غزل المحلة 37، كفر الشيخ 33، الأولمبي 32، نبارو 32، مركز شبابكم حمادة 31، المنصورة 30، دمنهور 28،
الحرية 28، شربين 23، الحمام 22، مياه البحيرة 15، مياه البحيرة 16، بدر 15، ديكرني 17، واخيرا صيد المحلة اللي بنقول له شكرا على خلاص صيد المحلة ده. وهكلمك في نقطة صيد المحلة لما اقول بس ايه المباريات، وكانت انتهت بفوز حرس الحدود على الحرية 2-1، شربين ودمنهور فوز شربين 2-0، نابارو 2-2 مع مركز شباب كوم حمادة، الحمام والرجاء 2-1 للرجاء، بدر 2-1 على كفر الشيخ، مياه البحيرة والمنصورة 2-1 للمنصورة، فاركو وتجرنس 2-0 لفاركو، سيد المحلة وبلدية المحلة 2-0 لبلدية المحلة، غزل المحلة 1-0 على الأولمبي. عايز أقف عند مباراة سيد المحلة والمشاكل اللي عملها طه شحاتة، أكيد أنت ليك رؤية يا كابتن في هذه المباراة. طبعا هي طبعا يا كابتن هي من البداية المنظومة غلط، زي ما بنقول احنا الغلط بنقول على الغلط والصح الصح، المنظومة من بدايتها غلط. وكل ان الدكتور طه شحاته مع احترامنا ليه شخصيه سياسيه في المقام الاول رجل عضو برلمان، ان هو يترك كل شيء لراجل مثلا انا بقولها كده بالبلدي وبقولها كده بصراحه غير كفء ان هو يدير نادي بحجم سيد المحله. كابتن ما هو الواقع بيقول ان سيد المحله كان بينافس السنه اللي فاتت مع الاستاذ محمد الحليبي. استاذنك هنا بقى فول. الو 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 قطعت، طب يا ريت تجيبه. طبعا كان معانا الاستاذ محمد الحليبي. طبعا لسه بنقول احنا لسه في ذكره اهو يا كابتن. قبل ما يجهزوا لنا الكابتن محمد الحليبي، طبعا مباراه هو عمل اعتذار انا شفته، لانه هو راجل تربوي وراجل. مين يا كابتن عمل اعتذار؟ عمل اعتذار لفريق بلديه المحله على اللي حصل من صيد المحله. يعني كان الاستاذ محمد الحليبي انا شفت على الفيسبوك حاجه جميله. الاستاذ محمد الحليبي اللي عمل اعتذار، يعني انا قلت انا مش حاتة يعني. يعني شاف الكابتن محمد الحليبي السنه اللي فاتت كان عامل ايه مع صيد المحله والسنه اللي قبلها، حاجه جميله يعني اخلاقيا وتربويا وفنيا في الملعب طبعا وكل حاجه. طبعا كل شيء. ولما اخطا كمان صيد المحله ونفسيا يا كابتن كرمك وهو بعيد، خد بالك عمل اعتذار لفريق بلديه المحله اللي هم اهل بلده اللي زعلانين عشان صيد المحله. كابتن محمد امسى خير يا كابتن، اخبارك؟ منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليك كابتن خليل، وتحياتي لضيوفك الكرام. الله يخليك. معلك كابتن عبد المنعم حسن الناقد الرياضي بالاهرام. طبعا عمنا الكبير حبيب الله يكرمك كابتن. طبعا بدايه احنا بنشكرك على انك انت يعني انت بعيد عن صيد المحله، وكنا بنعاتبك كتير وانت بتقول اعمل ايه، الدنيا كلها عايزه تمشي كده يمشوا كده، اهي الدنيا وقعت يا كابتن وعملوا مشاكل، وبعدين فوجئت بيك انك انت مقدم اعتذار على الفيسبوك والتواصل الاجتماعي اللي بتقول لي بلديه المحله اهلك ما تزعلوش وحقكم عليا. والله طبعا يعني احنا بنعتذر، انا شخصيا ومجلس الاداره كله بيعتذر عما بدر من الجهاز الفني ولاعبين نادي الصيد تجاه بلديه المحله، سواء الجمهور او مجلس اداره. وطبعا بلديه المحله وجمهورها واعضائها دول احنا كمان اعضاء في نادي بلديه المحله، واحنا طبعاً بلد واحده طبعا. احنا بصراحه بنشجع النادي ونؤازر بلديه المحله لصعود الدوري الممتاز. كمان غزل المحله ما فيش امل للاستاذ ان هو يصعد، ان شاء الله نتمنى في السنه الجايه ان هو اللي يصعد. التصرف اللي تصرفه المدير الفني لنادي صيد المحله غير مسؤول بصراحه. ما يعرفش يعني ايه قيمه نادي صيد المحله ونادي بلديه المحله في قلب مدينه المحله. فاحنا طبعا يعني لا نملك غير سوى الاعتذار يعني ان شاء الله الموسم الجاي. ما هنا سؤال بس يا كابتن عشان وقت البرنامج، وانا كنت اتمنى المداخله بتاعتك تبقى بدري شويه، ولازم تكون معاهم السبت القادم ان شاء الله هنا في البرنامج ان شاء الله. بس عايز ربط سريع منك يا كابتن، مين اللي هيحاسب مجلس الاداره والراعي والمدير الفني طه شحاته على الاحداث سواء التربويه او الفنيه في الملعب؟ والله دي يعني دي احنا في اجتماع مجلس الاداره ان شاء الله بكره بخصوص الموضوع دوت، لان انت عارف حضرتك ان رئيس النادي بتاعنا هو نائب عن المحله مجلس الشعب. ايوه فاحنا اتكلمنا معاه ان انت دلوقتي مش بصفتك كمان رئيس نادي، انت بصفتك نائب عن المحله. في خطا حصل في ولاد المحله وحضرتك مسؤول عنه وانت مسؤول تحميهم. كان منظر غريب ان مدير فني لنادي الصيد يمسك طوب ويحدف بيه جماهير ويشتمهم وهيحاول يتسلق الاسوار. ما هي كانت كارثه لولا الشرطه يعني. بالظبط كده. فطبعا كان ممكن تتكرر كارثه بورسعيد في الماتش ده، واخد بال حضرتك؟ واحنا عايزين نقول ان هي في الاول وفي الاخر هي رياضه، يعني طبعا دي رياضه تنافسيه جميله والمفروض ما نعديش الخط الاحمر ده يا كابتن. بالظبط كده. فريقين من بلد واحده، احنا كلنا اهل وكلنا اصحاب وكلنا حبايب، ما ينفعش ابدا ان التصرف ده ان هو يحصل. كابتن محمد الحليبي انا بدعوك على الهوا
انا بدعوك على هوا عشان وقت البرنامج وللاسف المداخله جت في اخر البرنامج. انا اتمنى حضرتك ان شاء الله يوم السبت القادم تكون ضيف عزيز علينا هنا نشوف البلديات صيد المحله. مش هنتكلم على صيد المحله وبس والبلديه والغزل وانت يعني دائما تشيد بالانديه الثلاثه. انا بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك وانت ان شاء الله معايا يوم السبت القادم هنا في الحاله باذن الله. بشكرك كابتن محمد. كابتن عبد المنعم يعني واضح كابتن طه شحاده شال طوب وضرب وكسر طبعا ما تنفعش. انا عايز بس اقول نتائج يا كابتن. انا هقول نتائج القاهره. الشمس 2-1 على الماظه في القسم الثالث. الاميريه 1-1 على مع الغابه. الري والتامين 2-1 للري. البلاستيك 1-1 مع المصري القاهري. هليوبلس واسكو 1-0 لاسكو. المرج 2-1 على العبور. 2-1 على المرج. مجموعه بنها كابتن غزل شبين. طبعا سريعاً. كابتن بنها فاز على غزل شبين النهارده كابتن 2-1. ويسنا على طوخ واحد مع طوخ 1-1. عرب الرمل مع تلب نفس النتيجه. سيرس الليان على ميت خيان 2-1. منوف على منيا القمح 2-0. مجموعه المعادي وسكر الحمديه القاهره. كابتن المعادي فاز على سكر الحمديه طبعا مفاجاه 2-1. بشتيل فاز على حلوان كنت انا في المباراه ده 3-2. الاعلاميين مع جينياس كانت مباراه القمه 0-0. كرداسه خسر من البدرشين على ملعبه 2-3. الصيد فاز على جولدي 5-1. الصف خسر من الطائرات 0-2. جولد اللي فاز على الاعلاميين يتغلب من الصيف 5 مستويات يا كابتن. ما هي كابتن الفلوس طبعا سريعا كده. الفلوس طبعا ما وصلتش القسم الثالث. اتحاد الكوره عايزين الفلوس توصل للقسم الثالث زي ما انتم قلتوا وما وصلتش لحد دلوقتي. كابتن عبد المنعم لازم تكون معانا في حلقه قادمه ان شاء الله. ومشاكل وانا بسميك ان انت ايه احد الكتيبه لان هي كتيبه لا يعني أكيد. يعني لا ادعي انها انا في الكتيبه. انا واحد منكم من الكتيبه اكيد طبعا على راس الكتيبه كابتن. وكلنا نهتم ان احنا نشوف مشاكل القسم الثاني والثالث ومراكز الشباب والقسم الثالث. بشكرك كابتن عبد المنعم على وجودك معانا. انا بس عايز قبل ما انهي الحلقه انا عايز اقدم شكر خاص لمعالي وزير الزراعه الدكتور عبد المنعم البنا على قراره الجميل اللي أسلك صدور كل ما هو موجود في قناة مصر الزراعية النهاردة بتفعيل ووجود طبعا الكابتن أو الأستاذ محمد صلاح بوجوده كالمشرف العام على القناة والمدير التنفيذي للقناة. قرار فرحنا كلنا. هو يمكن اتقال في نص البرنامج أنا بيت فرحان وبقول لهم أنتم مبسوطين ليه؟ لقيت كل الكاست فرحان بهذا القرار الجميل. نتمنى التوفيق لمعالي الوزير الدكتور عبد المنعم البنا في وزارة الزراعة وفي مصر. نتمنى كل التوفيق لزميلنا وأخونا وحبيبنا وصديقنا الأستاذ محمد صلاح. مشاهدينا الكرام بشكركم على حسن المتابعة. إن شاء الله النهاردة الساعة 12 ليلا الإعادة. غدا الساعة السابعة صباحا إعادة. بشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.